نبدأ أول مرحلة عندنا صفحة 2 يا جماعة. واحد المرحلة رقم واحد كان اسمها أهدية سيستول كده ومشرحة بتكلم في كام حاجة؟ بتكلم في 8 حاجات: duration، الايفنت الاحداث اللي بتحصل، اتنين بريشر، اكتف بريشر، و بالنيوترال بريشر. وهتكلم عن بالنيوترال فوليوم، وهنتكلم عن الفاليو بعد كده، وهارد ساوند. وبعد لو رميت المنديل هي خطتك ان انت تسيبهم يتكلموا عشان اسال دلوقتي وحد يقول لي مش مذاكر، وحد بقى يطلع منه كلمه اصل انت ما قلتش مش هنسمع الحصه، وحد بقى النهارده يقول لي انا مش مذاكر. شوف بقى هعمل ايه. التكييف شغال لما اروح اللي عندي ولا 100 مره. الناس اللي مش زي تيجي السبت بيبقى فاضي في 7:30، لكن برضه مصممين. واحد حسابنا بقى زي ما انا بقى قاعد في كل حاجه، وانتوا مش عايزين تظبط المواعيد اطلع عليكم في الاسئله النهارده. في سبت الساعه 9، في النهارده سبت 7:30 وانتوا في اجازه، وفي حاجه في الميزانيتي 9 وراك ايه؟ مش وراك حاجه، انت تتكتكوا. اصل انا رايح ساعتين وابقى فاضي فيهم. نرمز الجدول. لا حسابنا في الاسئله بس، حسابنا في الاسئله. تعالوا براحتكم كل ايوه انا معاك في الحته دي. ايه رايك؟ عندي كام فيز؟ 8. فيهم كام حدث؟ 8. هتقسم الاحداث 2 2 2 2 ديوريشن وايفن الزمن وايه اللي بيحصل؟ اتنين بريشر، اتنين وبنت بتقول بريشر، اتنين بحرف البي هتلاقي كرسي يا محمد، والتريتر فوليوم وفالف اتنين خدناهم اس جي وهارت ستار. يعني حاول نحفظ اتنين 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 اتنين. طيب الادرس ستول، تعالى نعيد الكلام اللي احنا قلناه. بتاخد فتره زمنيه مقدارها قد ايه؟ 1 من 10 من السنه. ايه الاحداث؟ لو سمحت الادرس بيعمل كون راش، ينزل الدم اللي فيه، بينزل كام في المية من الدم اللي عنده؟ من اللي عنده، مش قصدي 30% على كمية الدم اللي موجودة في البنت. في ناس اتلخبطت تقول لي 30% من قصد ال 220 مش هتطلع 30 مللي. أنا قلت المرة اللي فاتت ال 30% دول من قصد ال 120 ولا 30% من كمية البلد اللي موجودة داخل الأكل. وصلت السؤال؟ يبقى كمية الدم اللي موجودة داخل الأكل كام ملي؟ عايزين كام في المية؟ 30%. اللي هم كام ملي كده؟ ال 20 دمت عايدة على الإتريم ولا على الفنتريكل؟ على الإتريم. يبقى اكتب كده 30% من كمية الدم اللي موجودة داخل الإتريم. اللي هم كام ملي؟ 20. طيب اترال بريشر اخباره ايه؟ ها؟ 4 هيبقى 8 ويرجع يبقى 4. حاول تبقى ترسمها عشان تدلك فين؟ 4 8 4. اخبار الفنتريكولار بريشر، طب ليه 4 8 4؟ 4 هو في 4 هنعرف جت من فين؟ 8 عمل كون ريلاكشن، نزل 4 تاني عمل ريلاكسيشن. طب الفنتريكولار بريشر اخباره ايه؟ برضه 4 8 4. ليه 4؟ دي اللي هنعرفها كمان شويه. ليه 8؟ استقبل دم. طب ليه نزل 4؟ ده ليه؟ الكوميدين. يا ماما ركزي معايا انا. الفنتريكولار فوليوم قلت كام؟ 120. خدت كام يا شطار؟ 20. هيبقى كده كام؟ 140 مللي. اسمهم ايه؟ اي دي بي. اند دايستوليك فوليوم. يعني ايه اند دايستوليك فوليوم؟ هي كمية الدم اللي موجودة في نهاية الدايستول.
كام ملي يا خشاب؟ 140. طب الفلفات مين مقفول مين مفتوح؟ مين مقفول مين مفتوح؟ مين مقفول مين مفتوح؟ السيميليونر اورتيك والبلمونري مالهم؟ اورتيك والبلمونري مالهم؟ الاثنين مقفولين. فإنما الميترال تراكاز بد الاثنين اوبن. دي هو بركز معايا انا. طب الهارت ساوند هتسمع عني هارت ساوند؟ فورس هارت ساوند. هتشوف الاي سي جي في ويف بتحصل في الفيس دي ولا قبلها؟ قبلها بوقت زمن قد ايه؟ 2% من السنة. هيزيد كام؟ يبقى 140. طب رهيب الفالف مين مفتوح مين مقفول؟ اللي ايه في فالف؟ ار اوبن. السيميليونر ار كلوز. طيب الاي سي جي شوف البي تبدا معايا ولا قبلها؟ كام؟ طيب هارت ساوند فورس هارت ساوند. طيب الفيز اللي بعد كده اسمها ايه؟ ايزو متريك كونتراكشن فيز. دلوقتي ايه مفتاح السر في الفيز دي؟ ها ايه مفتاح السر قبل انت شرح؟ ان المايترو والتراكيوز بدها يقفلوا. هيتحول ساعتها الفنتركل الى كلوزد تشامبر فيلد ويز. الكلام ده خدناه المره اللي فاتت حق مقاس الميه. كلوزد تشامبر ازيد ميه بعتها لي. كلوزد تشامبر فيلد ويز بلان. هيبدا يحصل نوع من الكونتراكشن اسمه ايزومتريك كونتراكشن. الهدف منه ضخ دم ولا بناء ضغط؟ من 4 وصلوا لحد كام؟ 80. ده فكره الموضوع. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ان الفنتك اللي معاه الزنزانه دي مليان بالدم 140 حجمه ثابت. ليه حجمه ثابت؟ الميه الدم ما بيضغطش. فاعمل كونتراكشن حجم الفنتك اللي هيدنه ثابت. لكن مين اللي بيزيد جوه؟ لحد ما البريشر جوه يتعدى البريشر بتاع الفالف. داخل الازازه يتعدى بتاع الغطاء. يوم الغطا ماله طاير مره واحده. حلو. تعالى بقى ناخد بترتيب الاحداث. ديوريشن بتاعك قد ايه؟ 5%. طيب الايفنت ان الفنتريك اللي هيعمل كونتراكشن نوعه ايزو متريك. الفوليوم ثابت. البريشر هيزيد لحد كام؟ 80. طيب الانترا بريشر اخباره ايه؟ ركز بقى معايا في الرسمه دي قوي. ده انا راسم النص بس اللي فيه. البريشر هنا عمال يزيد صح؟ الاترم الفالف بتاعه يعمل ايه؟ هيلاقي الضغط تحته عمال يزيد. يروح المايترال اند ترايكاسبيد قلبين لفوق كده. انا برسم على ناحيه واحده. ليه قلبوا لفوق؟ ها؟ عشان البريشر تحت ايه؟ زايد. زائد الفالف وهو بيقلب من تحت كده. بيقلب لفوق. بيفتح سن. فاتح. فتح دي لحظية. يدخل ايه؟ شوية دم من الاترا ملا الفنتريك. تخيل الاترا من الفنتريك الاترا. تخيل كده انا دخلت شوية دم والفالف قلب لجوه. مساحة الاترا مالها؟ قلت. مساحة الاترا مالها؟ قلت. فالبريشر فيه.
زاد. يبقى البريشر في الاتريوم بعد ما كان 4 احنا ماشيين بالالوان اهو هيبدا يزيد شويه. محدش يسالني كام اللي مش عليكم. هيبدا يزيد الاتريوم بريشر. طيب اخبار الفنتريكولار بريشر هيزيد من كام لكام؟ من 4 هيوصل لكام؟ 80 بالازرق. اخبار الفنتريكولار فوليوم ثابت لان ده ايزومتريك الكلام ده خدناه الحصه اللي فاتت. طيب اخبار الفالفات كله ار كلوز كلهم مقفولين. طيب اخبار الاي سي جي هتشوف هنا يا فندم كيو ار اس. كيو ار اس هتبدا في الحاله دي ولا قبلها؟ قبلها. كام من 100 سكن؟ كل الكلام ده خدناه المره اللي فاتت. هسمع ايه في الهارت ساوند؟ الفيرست كومبوننت والفيرست هارت ساوند. كل الكلام ده خدناه المره اللي فاتت. طيب دي عادي. بعد كده المرحله اللي جايه اسمها ايه؟ ماكسيمم ايجكشن. طيب نشرح الاول وبعدين نفصص. الماكسيمم ايجكشن كالاتي: الضغط داخل الفنتريك هيبدا يزيد لحد ما يوصل لكام؟ فوق ال 80. لما الضغط في الفنتريك الليفت يبقى فوق ال 80 مين الفالف اللي هتفتح غصب عنه؟ الاورتيك فالف والبلمونه من الناحيه الثانيه. شغالين على ناحيه واحده بس. يبقى الدم هيندفع من الفنتريك الى الاورتا. بس هضخ كل الدم اللي موجود؟ لا، هضخ حاجه اسمها ستروك فوليوم. يعني ايه ستروك فوليوم؟ 70 مللي فقط. يعني انا عندي كام؟ 120. هضخ منهم قد ايه؟ 140. انا اسف، هضخ منهم قد ايه؟ 70. هل يا دكاتره ال 70 هيضخوا كلهم مره واحده؟ لا، هضخ منهم قد ايه؟ 70% او في ستروك فوليوم. يبقى انا بضخ كل مره كام؟ 70 مللي. بضخ منهم الاول كام؟ 70، وال 30 في المرحله اللي بعديها. يبقى ملخص الاحداث: الضغط داخل الفنتريكل زاد، هبدا اضخ حاجه اسمها ستروك فوليوم اللي هي كام مللي؟ 70. بتضخ كلهم يا فندم؟ لا، بضخ منهم كام في الميه فقط؟ 70%. ده ملخص الاحداث بتاع الموضوع. ديوريشن. ديوريشن بقول لك ايه؟ طريقه البوابين دي كام؟ 1 ودي كام؟ 5. من 100 ما تحطهم جنب بعض تطلع كام؟ 15% عشان مش تنساها. مش دي 1 من 10، دي 5 من 100. لزقهم جنب بعض يدي لك الديوريشن هنا كام؟ 15%. ده مش علم، ده طريقه بوابين. طيب الايفنت اللي هتحصل ان الفنتركل هيتحول من ايه لايه؟ ان البريشر جواه هيزيد لحد ما يتعدى الضغط داخل الاورطة، يفتح الاورطة والبلمونة، فيتحول من ايزومتريك الى ايزوتونيك. عايز تقولك اهم حاجه ان الفوليوم يبدا يقل. ليه الفوليوم بيقل؟ ان الفالف اتفتح، فالدم هينتقل من الفنتريكل الى الاورطة والبلمونة. ممتاز. طيب ليه البريشر اخباره ايه؟ نكمل الرسمه. ايه كمل الرسمه يا دكتور؟ شايف انت وصلت ان الفالف كان مقلوب لفوق. دلوقتي بقى يا فندم الاورطة اتفتح صح؟ في ضغط داخل تحت الاتريوم ولا الضغط خلاص قل؟ الضغط راح، لان بقى عندي الدم يدخل كله على مين؟ على الاورطة، ما ماليش دعوه بيه. فالفالف يقول لك ايه؟ خلاص انا هنزل تاني لتحت. يبقى كده مساحه الاتريوم زادت، ولما المساحه تزيد الضغط. يبقى داون وورد ديسبليسمنت اوف الكاسب. الكاسب هتنزل لمين؟ لتحت. يبقى الاتريال بريشر اللي كان عالي مؤقتا هيرجع تاني ايه؟ يقل. طب اخبار الفنتريكولار بريشر؟ ده هيزيد لحد ما يوصل لكام؟ 120. طب الاورتيك بريشر؟ تيجي نرسم رسمه الاورتيك بريشر لوحده. الاورتيك بريشر من الاول كده كان 80 اهو. انت الاورتيك بريشر يبدا يزيد اول ما تضخ الدم فيه، هيزيد لحد كام؟ 120. طب ليه يا بابا الاورتيك بريشر 80؟ لان اللي فات ده كان لسه الضغط في الاورطه دايستوليك، لسه ما ضختش ايه؟ دم. خلي بالك في النقطه دي، ان الضغط داخل الاورطه 120 على 80. طول ما الفنتريك العامل دايستول الضغط فيه يبقى كام؟ 80. اول ما الفنتريك يعمل سيستول ويبدا يضخ دم الضغط فيها يزيد لحد كام؟ 120. حلو كده تمام. طب الفنتريك كل اخباره ايه؟ هيقل ولا هيزيد؟ هيبدا الفنتريك يقل. ليه؟ لان ضخيت 70% من اصل الستروك فوليوم. بدات اضخ دم من الفنتريك تدخله في مين؟ في الاورطه. طيب الكلام ده برضه كله خدناه المره اللي فاتت. الفالفات بتاعتك يا ريس ها؟ ليه في فالف بالهم كلوز بينما السيمي ليونر اوبن؟ يعني ايه سيمي ليونر؟
الاورطة وقال بالمونر. طيب اي سي جي هاتك يا فندم. هتشوف ايه بقى في الاي سي جي؟ شد خط كده بداية التي ويف. حلوة بداية التي ويف يعني التي ويف لسه هتبتدي. طيب هارد ساوند بسمع يا احمد امين سكن كونن فيرست هارد ساوند. ده الكلام اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. هل حد عنده اي مشكلة في الثلاث مراحل دول؟ ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. بداية التي ويف الزمن هي جت معاك في الوقت دي بداية التي ويف. طيب تعالى بقى نقول على بعض كلها كده عشان في حتة صغيرة ما قلتهاش. يلا يا فندم الديوريشن بتاعك قد ايه؟ 15 من مين. احنا لسه تحصل ايه؟ يعني هي ده ان البنتك يعمل كون ايزومتريك المرة دي ولا ايزوتونيك؟ الفلب هيفتح هضخ كام في المية؟ فالضغط في البنتك بيوصل لحد كام؟ 120. الضغط في الاورطة وصل لحد كام؟ 80. وصل لكام؟ فسرها لك هو بطريقة رخمة شوية. اعتبر ان الاورطة هي دي الأوضة اللي احنا فيها. لها بابين. لها كام باب؟ 2. باب بيدخل الناس اللي هو ده. وانا فتحت لك باب الناحية دي بيخرج الناس. اذا انت حضرتك دخل عندك ناس كتيرة من الباب ده اكتر من الناس اللي هتطلع من الناحية دي. يبقى كده التاني. الضغط هنا داخل الاورطة هيزيد ولا هيقل؟ اهو الاورطة كده. الاورطة بيدخل له دم من الليفت فينتر. وبعد كده الدم بيدخل في الاورطة. يبدأ يتحرك يروح للجنرال سيركيوليشن. طيب الضغط داخل الاورطة متوقف على حاجتين. ايه هم؟ كمية الدم اللي بتدخل من الليفت فينتركل وكمية الدم اللي بتسيب الاورطة وتروح للسيركيوليشن. دلوقتي في الوضع ده وانا بضخ دم كمية الدم اللي طالعة من الليفت فينتركل اكبر من كمية الدم اللي بتسيب الاورطة. يبقى الضغط فيه هيزيد. الكمية اللي بتدخل اكتر من الكمية اللي بتدخل كنسبة وتناسب. يبقى الضغط ايه؟ هيزيد. هنبقى اخر مرة سأل اللي هنا بس ديوريشن 15 من 100. لازم بقى بص المذاكرة بحب 15 من 100. الاحداث اللي البنتل كانت تحول من ايزومتريك الى الايزوتوني. فيبدأ الضغط داخل البنتل كده يزيد من كام لكام؟ من 80 ل 120. الاترك بريشر اللي كان زايد هيرجع يقل. من الفالف عامل داون وورد سبيس فيلد. الفنتريكولار بريشر 120. الاورتك بريشر 120. ان كميه الدم اللي داخله في الاورطه اكتر من كميه الدم اللي بتسيب الاورطه. فالدم بيتحوش منين؟ في الاورطه. طيب اخبار الفالفات مين المقفول ومين المفتوح؟ الاورطه والبلمونري ار اوبن. انما المايتر والتراكات ار كلوز. هتبدا بدايه الدي ويف. اسمع ايه في الهارت ساوند؟ السكند كومبوننت وذا فيرست هارت ساوند. تعالى بقى المرحله الجديده ريديوسد ايجكشن. يعني ايه ريديوسد؟ ليه؟ الاول الفتره الزمنيه بتاعتها قد ايه؟ 1/10. ريديوسد يعني قليل. 1/10. بص يا بابا الارقام بقى كده. ها اول مرحله كام؟ 1. ثاني مرحله كام؟ حطهم مع بعض يدي لك كام؟ 15%. واخر مرحله زي اول مرحله. يبقى 1/4 1/10. 1/4 1/10. رقم 2 5%. رقم 3 15%. احداثك هتكمل ايه؟ هتكمل الاكسبانشن. هتضخ المره دي كام في الميه؟ 30% من اصل الستروك فوليوم. الستروك فوليوم ده كام ملي؟ 70%. حسبناها على كام مرحله؟ مرحلتين. 70 و30. هو اصلا يعني ستروك فوليوم كميه الدم اللي بين الاطباق النبضه الواحده اللي هم 70 ملي. 70% منهم في الماكسيمم ايجكشن و30% منهم في مين؟ في الريديوز ايجكشن. طيب تعالى بقى كمل معايا الاحداث. الانترال بريشر اخباره ايه؟ مين بقى الشاطر اللي يفكر دلوقتي؟ يا بابا هو الفنتركل بيعمل دلوقتي؟ بيشطب في السيستول. وبعد المرحله دي كده بعد المرحله اللي احنا شغالين فيها لسه في سيستول؟ خلاص الفنتركل بيقول لك ايه؟ كفايه انا خلصت. نبتدي مرحله الايه؟ بالعقل كده واحد هيبتدي مرحله الدايستول. يبقى لما ابتدي مرحله الدايستول لازم يكون الاتريوم مليان بالدم. ليه؟ عشان الاتريوم ينتقل منه الدم الى يبقى لازم في المرحله دي وانا بكون بضخ اخر كميه من الدم في الفنتركل يكون الاتريوم مستعد ومليان بالدم ولا لا؟ هو الدم بيجي للاتريوم من فين؟ من حاجه اسمها فينس. فبيقول لك ان الفينس ريتيرن. يعني ايه فينس ريتيرن؟
الدم اللي راجع من الفينز مين للاتريوم هيبدا يزيد. يبقى اذا الاتريال بريشر اخباره ايه؟ بيبدا يزيد. يبقى ليه الاتريال بريشر في المرحله دي بيزيد؟ هتقول له يا دكتور الاتريال بريشر في المرحله دي بيزيد نتيجه لزياده الفينس ريتين. يعني فينس ريتين كميه الدم اللي بترجع للاتريوم من الفينس. طيب ساعتها الضغط داخل الاتريوم هيزيد. طب اشمعنى الفينس ريتين في المرحله دي؟ علشان انا بستعد المرحله دي الدايستول. مرحله هنا كده في مرحله الدايستول، فلازم يكون الاتريوم مليان بالدم. طب اخبار الفنتريكولار بريشر كنا وصلنا لحد كام؟ 120. هو انا مش ضخيت الدم من عندي ولا لا؟ فيبدا الفنتريكولار بريشر يقول لك ايه؟ هو انا هبقى 120؟ انا خلاص خلصت الدم من عندي ولا لا؟ فيبدا الفنتريكولار بريشر ماله؟ ينزل شويه. يبقى في المرحله دي علم على كلمه ان الفنتريكولار بريشر بدا ينزل. طيب اخبار الاورتيك بريشر ايه؟ مين الشاطر اللي يقول لي الاورتيك بريشر قد ايه؟ 120. برضه الاورتيك بريشر هيبدا ينزل. بس خد بالك دائما وابدا تتعود على النقطه دي. لما بنزيد الفنتريك بيزيد اعلى من الاورطة. الفنتريك دايما في الزياده هو اللي بيبقى اعلى. لما بنقل مين اللي بيقل اكتر؟ الفنتريك هو اللي بيقل اكتر. خد بالك من الكلمه دي تاني. احنا الاثنين بنزيد، مين اللي بيزيد اعلى؟ الفنتريك دايما بيزيد رقمه بيبقى اعلى من الاورطة عشان اعرف اضخ الدم. بينما احنا الاثنين بنقل، مين بيقل اقل من الثاني؟ الفنتريك بيقل اقل من الاورطة. هشرحها لك دلوقتي ليه. يبقى احفظ بس الكلمتين دول. بنزيد البنتريك دايما هو الاعلى، بنقل دايما اللي بيقل اقل من التاني البنتريك الاقل من ايه؟ من الاورطة. فسر يا دكتور. هو البنتريكولار بريشر قال لي ايه؟ ادي يا باشا ان انا ضخيت الدم مين؟ اللي عندي. خلصنا النقطه دي. طب يا ابني الاورطة بريشر ليه بيقل؟ ان كميه الدم اللي بتسيب الاورطة اكتر من كميه الدم اللي بتدخل في الاورطة. لان الفنتريك بيفضل عنده ولا لا؟ خلاص بقى انت بينك وبين نفسك لما تيجي تذاكر، لما تسال نفسك على اورطة البريشر هترد بكام حاجه؟ حاجتين. ايه هم؟ كميه الدم اللي بتدخل اكتر ولا اقل من اللي بتمشي منه؟ هنا في ريديوست فيلنج اللي بدخله ها اقل من اللي بيهرب منه للشنرال سيركيوليشن. كم ضغط في الاورطة ماله؟ كده عرفنا الاورطة و الفنتريكولار بريشر. طب الفنتريكولار فوليوم ضخيت انا كام ملي؟ 70 ملي. كان عندي كام؟ 120 140. يبقى فاضل كام في الفنتريكولار؟ 70 ملي. بسميهم ايه؟ اند سيستوليك فوليوم. اضف الى معلوماتك هذه المعلومه الخطوره. الفنتريكولار ما بيفضاش من الدم تماما. يعني مفيش حاجه اسمها الفنتريكولار الدم بصفر. دائما وابدا في كميه من الدم يا دكتور يعني سرحان قد ايه؟ 70 مللي. اسمهم ايه 70 مللي دول؟ ان سيستوليك فوليوم. كام مللي انا جاي بقى؟ 70. تمام. طيب اخبار الفلف، اخبار الفلف مين مخدوم مين مخدوم؟ اورطه وبلمونري والسكيورا مخدومين، مايكرو وترانجاز بيت مخدومين. طب الاي سي جي هتبدا، مش احنا بنقول بيجيننج اوف دي ويف ascending limb of the wave. يعني ascending من طلوع الدي ويف. هارت ساوند هسمع ايه في الهارت ساوند؟ مفيش. واضح. يبقى لم بقى المرحله دي؟ ها لم بقى المرحله دي؟ يلا يا فندم. واحد الديلوشن بتاعتها قد ايه؟ 1/10. الاحداث اللي بتحصل ايه؟ ان الفندم هتضخ كام في المية؟ 30%. تمام. في الستروك فوليوم قولي لي يا دكتور، قولي يا خلوف، هتضخ كام في المية؟ 30%. برضه انت لو مش هيزيد عشان الفينس نهيت. طيب قولي لي يا ولاد، الفينس نهيت زاد فالضغط داخل الاتريوم ماله؟ زي ما اتفقنا هيزيد. طب الفنتريكولار بريشر اخباره ايه؟ هيقل. طب ليه هيقل؟ لان ضخيت الدم اللي عندي. طب الاورتيك بريشر؟ ها هيقل برضه. بس مين هيقل اكتر من التاني؟ الفنتريكل ها اقل من الاورتيك.
الفنتركل اقل من الاورطة. طب ليه رسمها الفنتركل الاورطة بيشن هاي كمية الدم اللي هتمشي اكتر من اللي هتدخل. طب حجم الدم المتبقي كام؟ 70 مللي. اسمه مين؟ اسمه مين دكتورة؟ الستوليك فوليوم. هل يا احمد الهاشة الفنتركل بيفضل الدم؟ لا. طيب هشوف في الاي سي جي اسندنج ليفل اسمع هارت ساوند؟ لا. كده احنا خلصنا يا شطار، خلصنا كده الفوليكولار سيستول. تمت كم مرحلة؟ انا لو مني وانا بذاكر مرحلة بناء الضغط ايزومتريك كونتراكشن، مرحلة الضغط بضخ على كم مرحلة؟ 70-30. حلو الكلام؟ طيب نكمل المرحلة اللي عليها الضغط. ما هي بقى يا باشا؟ فروتو دايستوليك. المرحلة دي غريبة المفهوم، لا منها سيستول ولا منها دايستول. يعني كلمة دايستول في البنتركل عايز حاجتين، كم حاجة؟ حاجتين. واحد ان الاورطة والبلمونري فالف يقفلوا ولا يفتحوا، الاورطة والبلمونري فالف يقفلوا ولا يفتحوا، يقفلوا. وعايز النقطة الثانية ان البريشر داخل البنتركل يقل لحد كام؟ لحد السكس. يا وسام لازم عشان اعمل دايستول اعمل كام حاجه؟ حاجتين. الضغط ايه لحد كام؟ السفر. والاورطه والبلمونري الفالفات بتاعتهم مالهم؟ يقفلوا. المرحله دي بيحصل فيها ايه؟ في المرحله دي الاورطه والبلمونري هيقفلوا لكن البريشر ما قلش للسفر. يبقى انت ايه حاجه؟ دايستول ولا انتيسيستول؟ انا يا اخويا في نهايه الدايستول وفي بدايه انا مرحله وسطيه، انا مرحله انتقاليه نهايه السيستول انا اسف وبدايه الدايستول. انا لا سيستول ولا دايستول، انا واقف في النص كده. بيحصل في ايه؟ فقط حاجه مهمه جدا، الاورطه والبنوري مالهم؟ هيقفلوا. لكن هل البريشر اتغير؟ هل هينزل للصفر؟ يبقى انا مش دايستول، يبقى انا لسه في السيستول. يا ولية انت تبع ايه بقى حيوتين؟ انا هاخدها مرحلة انتقالية ما بين نهاية ايه؟ السيستول وبداية الدايستول، فسميتها بروتو دايستول. كلمة بروتو يعني تحضيرية. بحضر لمين يا فندم؟ بحضر لمرحلة الدايستول. اكتب بقى، بحضر لمرحلة ايه؟ الدايستول. فترتك الزمنية قد ايه؟ ده سؤال ام سي كيو. 4 من 100 سكن. ذا شورتست. اصغر واحدة نبي عامل الصدر الليبن نهاية السيستول وبداية الدايستول. طيب اتنا الفرشة اختاروا ايه؟ مستمر في الزيادة. ليه بيزيد؟ عشان الفينس بتزيد. تعالى بقى يا ريس ركز معايا في اللي جاية دي، سيبك من المذكرة خالص، ركز معايا في اللي جاية دي. طبعا يا جماعة اخبار الفنتريكولار بريشر ايه؟ بيقل. طب والاورتك بريشر برضه بيقل، بس مين اعلى من مين دايما؟ الاورطة اعلى من الفنتركل. هيصل الصفر؟ لا يا بابا، هيكون كام؟ 120. هننزل كام يعني؟ قول مثلا الاورطك بريشر كان 120 نزل بقى مثلا بقى 100، والفنتركل بريشر كان 120 نزل كمثال بقى كام؟ 90. مين دايما اعلى من مين كده؟ الاورطة اعلى من الفنتركل. حلو. الدم بيقول لك بس انا يا عم ايه اللي يجبرني ان انا اكمل في الاورطه؟ طب ما انا ورايا ضغط اخباره ايه؟ قليل. انا هنا 100 والضغط هنا كام؟ 90. الدم بدل ما يمشي يقول لك ما ارجع، يقول طب تعالى ارجع لي. وهو راجع هيقابل مين؟ الكاظم بتاع الفالف. والدم وهو راجع هيضغط على مين الاول؟ الكاظم. الكاظم لما تضغط عليها تعمل ايه؟ هتروح قافله. طبعا الكلام ده هاتوا كنتوا واخدينه ابدا، مفيش يا دكتور اشطب يا معلم. يبقى الفالف بيفتح ازاي؟ بيفتح لما الضغط تحته في الفنتركل يتعدى الضغط في الاورطه. طب يقفل ازاي؟ لما الضغط في الفنتركل يكون اقل من الضغط في بدل ما الدم يكمل ويدخل في الاورطه يروح راجع على مين؟ على الفنتركل. يقابل مين؟ الكظم. يروح عامل في الكظم، الكظم لما تضغط عليها تروح راجعه لورا وهي بترجع مقابلين بعض يروحوا ايه؟ قافلين. فهمتوا القصه كده ازاي؟ يعني انا مثلا ايديا دي الكظم، الكظم بيفتح كده خلاص؟
طيب البريشر فوق الكسب زاد، فالدم عايز يرجع زي دقني كده، هتضغط على مين؟ على الكسب، يروح الكسب ايه؟ لاطط نفسه كده، يروح الاورطه والبلمون اللي مالهم مقفولين. يبقى علم انا لو سالت بالشفا الجنبات دي بتفتح بالمصل ولا بتفتح بالبريشر جريدينت؟ ازاي؟ يورين السيستول البريشر في البنتريك الاعلى من الاورطه والبلمون، هيتفتح البلمون. طب الفنتس اللي هيبدا يعمل زي ستول الضغط في الاورطه هيكون اعلى من الضغط فين؟ في البنتس. يبدا الدم يرجع من الاورطه الى البنتس، يعمل بالكسر يروح قبل. وصلت الفكره؟ وصل بقى في المذكره الواحده ان الفنتريكولار والاورتيك بريشر هيبدا الضغط فيهم هيبدا الضغط في الاثنين يقل، بس مين اعلى من مين؟ الاورطه اعلى من البنتس. لا مش هنسمح، الاورطه اعلى من فين؟ من البنتس. فالدم بدل ما هيكمل من الاورطه ويمشي على السنر سيركيوليشن يقول لك ايه؟ ارجع لورا. طب لما يرجع يعمل ايه في الكظم؟ ها؟ هيقفله. طيب ساعتها يبقى الكظم بيفتح وبيقفل ليه يا جماعه؟ بالبريشر جريدينت. بيقفل ويفتح ليه يا جماعه؟ بالبريشر ايه؟ جريدينت. كده بقى معايا مكتوب في المذكره عشان في حته في العمل. الفنتريكولا والاورتيك بريشر. الفنتريكولا بريشر جريدينت كام؟ ها؟ مكتوبها كمان 20 صح؟ والاورد بريشر برضه ايه؟ هيقل بغض النظر عن ال 20 المهم هيقل. طيب بط مكتوب لك ايه؟ بط ستيل اباف ذا فنتريكولار بريشر. حد يفسر ايه الكلمه دي؟ يعني الاورد بريشر اعلى من الفنتريكولار بريشر. فالدم ان ذا اورطا ريجريجيت. لو الكلمه دي زي اكشن او اكتب مكانها ريتيل. والله انت ولا معايا انا بقول ايه يا استاذ؟ ركز معايا يا بابا. البط ده يرجع من فين؟ من الاورطه الى الفنتس. يقابل مين في النص؟ الفالف. يعمل ايه يا دكتور في الفالف؟ يا دكتور الفالف يعمل ايه؟ هيقفل ولا يفتح؟ هيقفل. بص في كلام مكتوب كده عجينه اللي هو بيقول لك ايه؟ تشينج اوف بوتنشال انرجي تو كينيتيك انرجي. ف اكتب عليها اكس دي عمليه مالكش دعوه بيها. من اولها لحد اخر كلمه. Change of the potential energy to kinetic energy sharp momentary decrease is the working pressure of the electrolytic nurture and our system على ال pressure curve. كل ده اكتب عليه عملية. كل ده اكتب عليه عملية. طيب كده الفنتريكولار pressure والاورتيك pressure. طب يلا يا باشا قول لي الفنتريكولار كل اخره ايه؟ الفالف قفل خلاص. نفس الكلام لسه كملي 70 مللي. لو بصوا 70 مللي ان سيستوليك فول. طيب هتشوف ايه بالاي سي جي؟ ها الديسندنج ليمب اوف دي وين. طب الهارت ساوند كان نفسك ومون عينك تسمع مين؟ الكستاك. مش هنقولها لك لان الفتره الزمنيه دي قد ايه؟ 4 مللي سنه. فتره زمنيه قليله جدا. فالهارد ساوند السكند هارد ساوند هيتسمع في مين؟ في اللي بعدها. يبقى تاني ليه مش هسمع صوت الهارد ساوند هنا؟ لان فتره الفيس دي مالها قليله جدا. الفالف بيقفل في نهايتها بس الصوت على ما بيتسمع بيكون في الفيس اللي ايه؟ اللي بعدها. يلا يا فندم تعالى بقى للمهد. ديوريشن قد ايه؟ 4 مللي. اطول ولا اقصر؟ هي مرحله انتقاليه من نهايه وبدايه التستوس. يلا يا فندم اخبار الانترا بريشر بيزيد ليه؟ عشان الفينس بيزيد. اخبار الانترا بريشر والانترا بريشر الاثنين بس مين اعلى من مين؟ حلو. فالدم يرجع من الاورطه الى البلد. الفنتريكولار فوليوم ثابت زي ما هو 70. طيب قول لي يا فندم الفلفال مين اللي مقفول؟ مايكرو واك. مين هيقفل في نهايه الفيز؟ اورطه واك بالمون. طب اخبار الاي سي جي ديسندنج لوب خاصة كان نفسك تسمع مين؟ السايكل. مش هنقولها لك. تمام؟ طيب تعالى بقى الفيز رقم 6. رقم 5 6 ولا 6 اسمها ايه بقى؟ ايزو ميتريك ريلاكسيشن. ايه ده؟ دكتور استنى بقى انت هتخترعهم. هو في يا اخويا حاجه اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن؟ انا طول عمري اعرف ايه؟ ايزومتريك كونتراكشن. ان الفنتريكل از كلوز
filled with blood. البريشر فيها هيزيد لحد كام؟ 80. دي انا صدقتك فيها المرحله اللي فاتت. لكن يا اخويا ايه حكايه ايزومتريك ريلاكسيشن دي؟ بص ادي الفنتكل بتاعنا بقى. تيجي نمشي بترتيب الخطوات. نبتدي من الاول خالص. افترض معايا يا وحش ان الفنتكل الحجم بتاعه 200. الحجم بتاعه كام؟ تراكم من عندنا. الحجم كام؟ 200. طب البريشر فيه كام قد ايه؟ اول مرحله خالص بص في المذاكره كان كام؟ 4. زاد كام؟ 8. نزل بكام؟ بس حجمه في المرحله دي لسه ثابت وريلاكس. المرحله اللي بعد كده اسمها ايزومتريك. حجمه برده كام؟ 200. لكن البريشر هيزيد كام؟ ل 80. يبقى المرحله دي اسمها ايزومتريك كونتراكشن. طب في المرحله اللي بعد كده اللي هي ماكسيمم ايجيكشن هيحصل حاجتين. البريشر اخباره ايه؟ والفوليوم قل لان البنت اللي انقبض من ايزومتريك بقى ايزوتونيك. قل لي بقى كام مثلا؟ بقى 150. يبقى الفوليوم قل ولا لا؟ طب في ريديوسد ايجيكشن حجمه لسه زي ما هو كام؟ 150. والبريشر فيه كان 120 وبدا يقل ايه؟ شويه. طب في البرودو دايستوليك برضه لسه حجمه كام؟ 150. لكن البريشر فيه بدا يقل والتفاعل يوصل لحد كام؟ 90. المرحله اللي جايه الايزومتريك ريلاكسيشن هقلل الضغط بتاعه لحد الست كام؟ بس الفوليوم بتاعه لسه كام؟ 150. وانت عايز ترجع الفوليوم بكام؟ يبقى المرحله دي الحجم لسه زي ما هو لكن الضغط قل الست. عارف المرحله اللي بعديها الحجم هيرجع لمكان 200 ونرجع نبتدي تاني من الاول. بص بقى عشان الكلام ده مش مكتوب في الكتاب بجد انا بسهلها عليك. ابتدي معايا انت بتتكلم في البنتل كام حاجه؟ يلا يا بابا كام حاجه؟ حاجتين حجمه وضغطه. اول مرحله خالص حجمه كان كام؟ 200. ده رقم من عندنا بنخترعه. طيب البريشر فيه كان كام؟ 4. ده كام؟ رجع كام؟ كله ثابت. المرحله بعد كده اسمها ايزومتريك كون. البريشر زاد من كام؟ 4 كده. الفوليوم لسه 200 ايزومتريك. المرحله اللي بعد كده ماكسيمم بوزيشن واي ريديوس ديجيكشن. دي اسمهم ايه بقى؟ ركعتين ايزوتونيك ولا ايزومتريك؟ الحجم هيقل يوصل لكام زي ما اتفقنا؟ 150. لكن البريشر زاد لحد كام؟ 120. حلو. البرودو دايستوليك البريشر بدا يقل بس يا بابا هل الفوليوم بتاعنا رجع تاني ولا لسه 150؟ يبقى انت في الايزومتريك ريلاكسيشن هتقلل الضغط من كام لكام؟ من 90 تنزله كام؟ للصفر. صح؟ وصلنا في البرودو دايستوليك وصلنا لكام؟ 90. هنزله للصفر. لكن الفوليوم بتاعي لسه زي ما هو كام؟ 150. عايز ارجع الفوليوم تاني ل 200 في المراحل اللي بعد كده. وفهمت كلمه ايزومتريك ريلاكسيشن ان الفوليوم ماله ثابت لكن مين بيقل؟ البريشر. يبقى مفتاح السر في المرحله دي فوليوم ثابت بريشر بيقل. الفنتل كلمة ما هو الا لوز جيم فيلز ويز لا. بس المره دي البريشر بيزيد ولا بيقل؟ البريشر بيقل. هيقل لحد ما يوصل لكام؟ للصفر. ادي مفتاح السر بتاعنا. تعالى نمشي بقى الاحداث بتاعتنا ماشيه ازاي. يلا يا فندم. اول حاجه في البريشر قد ايه في المرحله دي؟ 6 من 100. كام يا جماعه؟ 6 من 100. طيب ادي الديوريشن. الايفنت اللي يحصل ان الفنتركل لو ارتوى البلمونري هيقفل ولا يكون فاتح؟ هيكون قفل. يتحول من الفنتركل الى لون شيمبر فيلد ويز بلم. هيبدا البريشر يقل فيه لحد ما يوصل لكام؟ للصفر. ادي الاحداث اللي هتحصل. طب الانتر بريشر اخباره ايه؟ لا الانتر بريشر برضه مستمر في الزياده. حد يعرف يقول لي الانتر بريشر مستمر في الزياده ليه؟ علشان الفينس بتقل. خد بالك ان الانتر بريشر بتاعه عمال يزيد والفنتريكولار بريشر بتاعه عمال يقل لحد ما يوصل في المرحله دي من الفنتريكولار يبقى كام؟ صفر. هتيجي اللحظه الفاصله في نهايه هذه المرحله ان الضغط داخل الاتريوم هيتعدى الضغط مين؟ ويروح المايكرو والتراكات دول مالهم مفتوحين. يبقى الاتريوم بريشر هيزيد والفنتريكولار بريشر عمال يقل لحد نهايه المرحله. تحدث المعجزه ان الضغط في الاتريوم يتعدى الضغط في الفنتريكولار يفتح المتر الاطفال كاسر. طيب اخبار الفنتريكولار بريشر من 90 يبقى كام؟ 90. الفنتريكولار فوليوم ثابت ان سيستوليك
فوليوم هو كم مني؟ 70. الفالفات كلهم ار كلوز. قيس جهادك دي وين خلص؟ ابتدي حاجه اسمها ايه بقى؟ في دي سيجمنت ابتدي لها حكي مش من نهايه السيجمنت ابتدي حاجه ابتدي اسمها ايه؟ حاجه ابتدي اسمها ايه؟ بي ويف. طيب الهارت ساوند تسمع حاجه هنا؟ مفيش خلاص مش هارت ساوند هنا. طيب دي المرحله اللي بقى الايزومتريك ريلاكسيشن. الايزومتريك ريلاكسيشن الديوريشن بتاعتها قد ايه؟ يلا يا جماعه مع بعض ايه ايه؟ ودي سكند هارت ساوند ود خلاص يا جماعه انا نفسي قلت لك الموضوع ده استوى بورقه اتسمع قبل كده يلا ما لقاش يا عم خلاص يا عم يا رب سكت هارد ساوند ما تعمل قوي ها ما تعمل قوي ها ماشي الديوريشن داخل ليه؟ بيزيد عشان في ناس في الديوريشن داخل البنت اخباره ايه؟ عمال لحد بيوصل لكام؟ للصفر. الفنتريكولار فوليوم اخباره ايه؟ خلص 70 مللي. طيب هتيجي تبص دلوقتي على الاي سي جي وعلى الهارت ساوند. تسمع عن الهارت ساوند؟ السكند هارت ساوند. وانا اسف مش الدي بي سيجمنت انا اسف. نهايه مين يا جماعه؟ مش تصدق بالله ان الدي ويك دي رخمه قوي. انا البيجيننج بتاعها في اي مرحله؟ الايزومتريك صح ولا بالماكسيم ريجكشن والاسندنج ليمت والريدوس ريجكشن والديسندنج ليمت والبرود ستوري ونهايتها يا سلام ليه يعني تاني تي ويز وتبتدي امتى؟ الماكسيم ريجكشن الاسندنج ليمت والريدوس الديسندنج ليمت ونهايتها ليه يا عم دي مهمه للدرجه دي؟ لا هي مش مهمه هي طويله لان الريجولاريزيشن دائما الواحد بياخد وقت اطول من دي حد يعرف ايه؟ تراجع بقى الموضوع ليه الريجولاريزيشن وقت اطول من دي؟ اطول من احجام يا بابا الديبولاريزيشن بيتم عن طريق الفاست صوديوم شانل بينما الريجولاريزيشن عن طريق الكال البوتاسيوم شانل بطيئه متردد الصوديوم وكمان عندي مرحله اسمها زي السكر بلاتو يعني ريبولاريزيشن قراراته بطيئه والبلاتو بيطوروا كمان عشان كده بيقول مطه معانا. طيب تعالى بقى المرحله اللي بعد كده دكتور احنا وصلنا لحد مين؟ ليه الاتريا ما فتحش في الفيز ده رغم ان البريشر وصل في نهايه الفيز هيكون البريشر هو اللي بدا يزيد جت الفيز انا بتكلم ان البريجر بتاع البنتريكل وصل للصفر على ما يوصل للصفر يعني 6 مللي يلا قول له على الاورت الكبد دي ما عملش هو شرح دي هو شرح دي لا قول ايه الاورت الكبد بتاعك مش احنا لسه بنقول عايز نبدا الجيم انا سمعت دي وسمعت دي كله وما جتش على لا ما سمعهاش لا ما بيتكلموا خلي الحصه ترجع تقول الحصه تقول ايه تقول ايه الميكانيزم في ايزومتريك ريلاكسيشن ازاي الضغط ده مش عليه
مقص في الالاستيك فايبرز البارالل والسيريس فاكرينهم؟ لا هو انت قاعد ده كله فاكر حجمه ثابت ازاي بالضغط دي بيقول لا دي مش عليك وايه الحد جاي من 90 يبقى صفر عايز تعرفها في اخر الحصه هقعد معاك الهاب خلاص؟ طيب مش عايز تسال دلوقتي خالص لو قلت يا احمد يا شيخ يا احمد احمد اتكلم مره مره واثنين وثلاثه مره لازم تتكلم قول لي دلوقتي البريشر هيقل من كام لكام؟ من 90 لحد الصفر نوع نوع الريلاكسيشن ده اسمه ايه؟ ايزومتريك ريلاكسيشن يا ظالم انا ماسك لك الازازه وعمال اقول لك ان حجمها مالي لحد دلوقتي لسه 150 ما قالش طب يا دكتور ازاي البريشر قل والحجم ثابت الميكانيزم بتاع ايزومتريك ريلاكسيشن مش عليك انت عايز تعرفه في اخر حصه اقعد معاك اشرحها لك بس انا عايز اوصل لك المعلومه فهمت انا قصدي ايه؟ ان الفوليوم بتاعها ماله واخباره ايه؟ ثابت كام؟ قلنا زي ما اتفقنا خليه 150 لكن الوشه ينزل من كام لكام؟ من 90 لحد الصفر طب المرحله اللي بعد كده اسمها ايه؟ لسه الاورتك الاورتك بريشر ما اسمهوش احنا وصلنا الاورتك بريشر كان كام؟ بدا بيقل بس الاورتك بريشر ليه مش بينزل للصفر؟ استنى بقى ليه الاورتك بريشر مش بيقل في حاجه من خالص اسمها الاستيك ريكول ركز بقى معايا هرسم لك الاورطه على جنب الاورطه ده محترم جدا اول ما الدم ما بيدخل فيه في اعلى كميه من الدم بتدخل في الاورطه اثناء مرحله اسمها ماكسيمم ريجكشن الاورطه هيتمدد يكبر كده يقعد يكبر استوعب الدم مادة دي اسمها ايه؟ اكسبان ملب الدم طول ما الفنتر كان عمال يضخ فيه دم في الماكسيمم ريجكشن وريديوس ايه؟ ريجكشن يحصل له ايه؟ اكسبانشن اول ما الفنتر يتوقف عن ضخ الدم هتلاقي الاورطه راح عمل ايه؟ بعد ما عمل اكسبانشن هيروح لامم نفسه كده دي يا جماعه اسمها الاستيك ريكويل دي الشطر اللي كمل والاورطه لما يتزق كده البريشر بيك هيزيد يبقى ليه البريشر ما بينزلش لحد الصفر واخرك توصل لحد ال 80 عشان خاصيه اسمها الاستيك ريكويل اقول لك على حاجه احنا عندنا كده كام مهاره في الجسم الفلاح اثنين الليفت بندل وهو بيعمل كونتراكشن يضخ الدم اللي فيه يدخله على الاورطه فالاورطه تحصل له اكس بانشن طب الليفت بندل لما يعمل ريلاكسيشن يكون الاورطه عامل الاستيك ريكويل دم نفسه تيجي نشبهها بكلمات بسيطة الليفت بندك اللي هيعمل كل كونتراكشن الأورطة تعمل ريلاكسيشن كلمة غلط طيب لما الليفت بندك اللي يعمل ريلاكسيشن يكون الأورطة بيعمل كل كونتراكشن بس الكلمة دي برضه إيه؟ غلط المفروض هو اكسبانشن أو بلاستيك ريكويل يبقى في نفس الوقت البندك بيعمل كونتراكشن بيضخ الدم الأورطة يتمدد يستقبل اكسبانشن في نفس الوقت لو الليفت بند بتعمل ريلاكسيشن والاورطه عامل ايه؟ الاستيك ريكويل انت عارف كده الاستيك ريكويل الدم بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ ان الدم فقط اثناء فتره السيستم انت عامل زي موتور الميه كده حط الكهرباء طول ما هو شغال بيضخ ميه اول ما تفصل الكهرباء هيبطل يبقى الدم بتاعنا عامل زي النافوره يطلع دم اثناء السيستم اثناء الدستور الضغط يوصل لحد كام؟ استنى السيستول عليه الدور يبقى الالاستيك ريكويل بتخلي لك الدم كونتينوس في الهوت بس كده كونتينوس في الهوت طب نلم بقى الجسم كله على بعض الهيروشا بتاعتها فين؟ 6 من 100 ايه الاحداث اللي بتحصل فيها؟ ان الروتر فالفضل هيتقله ولا لا؟ طيب هتحول الفيلد اللي جاي فلوس لتشامبر فيلد ويز بلاك مين اللي هيقل؟ البريشر لكن حجمه لسه ثابت قلنا حجمه عندنا على بعض كام؟ 150 مثلا سم طيب قول لي البريشر هيقل من 90 يبقى صفر خلصنا في النقطه دي طب لو قلت البريشر ليه مش هيقل تحت ال 80 عشان خاصيه اسمها الاستيك بيكون بنسيبها طيب اخبار الانترا بريشر بيزيد ولا بيقل؟ عمال بيزيد عشان الفينس بيتقل لكن مش هيلحق يفتح البلد ليه؟ عشان البريشر في الفيلم اللي يوصل للصفر هيكون المرحله بص وافتح البلد في المرحله اللي بعدها. طيب الانترنت هتقول ثابت ولا متغير؟ ثابت 70 مللي. الاس جي هتلاقي نهايه تي ويف تسمع عنها طن سكن خلاص. طيب المرحلتين بقى اللي في مرحله الفيلم يعني ايه فيلم؟ محدش يسرح. الانتباه مين مفتاح السر في المراحل اللي جايه؟ ها؟ حسبنا المرحله دي ماكسيمم
على اسمها ايه؟ reduced filling. ان الضغط في الكبدين تعدى الضغط المين في الفنتري. الضغط في الكبدين تعدى مين يا جماعة؟ تعدى الضغط في الفنتري. ايه اللي بيحصل؟ يوميسر اند تريكاسبت يفتحوا. يبدأ الدم ينتقل من الكبدين كده من الهاير بريشر الى اللور بريشر. هنسل الدم على كم مرحلة؟ 16 و 10. الدم بينزل من الاتريوم على كم بقى مرحله شطر؟ 3. ماكسيمم فيلنج كام في الميه؟ ريديوس فيلنج كام في الميه؟ يبقى ارجع تاني ارجع تاني بقى هنا في الانترسيستول تنزل كام في الميه؟ انتوا نفسك يبقى كميه الدم اللي في الاتريوم هتنزل على كم مرحله؟ 3. 60% ماكسيمم فيلنج، 10% ريديوس فيلنج، 30% في الاتريوم سيستول. هذه الفكرة بديل أحداث الوقت الثاني تعرفي واحد من عشر طريقة من الموابين جالة مش هم أربعة والأزو مدري كم ستة من إجمعهم واحد من عشر أي حاجة تحفظ يعني تتجلم وراء ها الماكسيموم فيلينج كام واحد من عشر أحداثا الضغط داخل الدم هتعادى الضغط داخل ينتقل الدم من الهاير بريشر في اللور بريشر ينزل كام في المية؟ 60%. لحظة تعال نمشي بالترتيب الضغط في الدم يكون اراوند صح الضغط داخل الفلتر كده اراوند زيرو ايه بقى كلمة اراوند زيرو بص يا هو دلوقتي ركز معايا في الكلام ده هو الاتريوم بيجيله دم من حاجه اسمها فينس وبيخرج منه دم طريق الترايت طب يبقى الضغط في الاتريوم هو كام في الميزان ما بين حاجتين اسمهم كميه الدم اللي تيجي من فينس وكميه الدم اللي هتنزل منه من الماتر والترايت طب حلو دلوقتي انت لما فتحت الفرق ايه اللي حصل؟ راح الدم نزل كام في الميه؟ 60 ايه؟ في الميه فالضغط في الاتريوم راح قل لحد كام؟ الصفر لكن مين المستمر عمال يجيب دم؟ الفينس والاتريوم يبقى الاتريوم عمال يبقى دم تاني ولا لا؟ فالضغط كان صفر قول معايا في المثال يعلى تاني لحد 2 مثلا يروح المايتر والترايكات دول مفتوحين الدم اللي اتحوش يروح ايه؟ يروح نازل يروح الضغط نزل كام تاني؟ حد الصفر الفينس والاتريوم مستمر ولا لا؟ يجي شويه دم يدخله فين؟ في الاتريوم يتحوش شويه دم في الاتريوم يعملوا ايه؟ بريشر في فرصة ان هم يقعدوا لان المايتر والترايكات دول ايه؟ مفتوحين يبقى الضغط ينزل تاني ليه؟ للصفر يبقى الضغط عمال ينزل ويطلع ينزل ويطلع حوالي رقم اسمه ايه؟ صفر معتمد على ايه؟ على كمية الدم اللي بترجع من الفينس وكمية الدم اللي تخرج من الاتريوم عن طريق المايتر والترايكات الكلام ده مش مكتوب لو عايز تعرف ان كمية الدم اللي تخرج من المايتر والترايكات بتدخل على التوب بتبقى كبيرة فالضغط في الاتريوم هيبقى سيف فيبدا الفينس تيرني يزيد يدخل دم في الاتريوم يروح الضغط في الاتريوم زايد مؤقتا يبقى يزيد شويه طب يرجع بيقل للصفر تاني لان الدم هينتقل من الاتريوم الى الفينس عمال ايه كل ما املى ولسه اعمل بريشر هلاقي الدم اتنقل من الاتريوم الى الفينس فده عشان كده قلنا الضغط اراوند ايه الصفر طب ليه الضغط في الفنتريكل اراوند الصفر مين بقى يقول الفنتريكل عمال يستقبل ايه دم كل ما يستقبل دم الضغط عنده يزيد يعمل دايركت ترو ابدومينيه يروح الضغط راجع تاني لايه؟ للصفر فهمتوا الفكره؟ ان الفنتر اللي عمال يستقبل ايه؟ دم الضغط عنده عمال يزيد يروح الفنتر عامل ايه؟ دايركت ترو ابدومينيه يستقبل الدم اللي جاي ده طب لما يستقبل الدم اللي جاي الضغط فيه هيزيد شويه دايركت ترو ابدومينيه يرجع الضغط تاني ليه؟ للصفر يبقى الضغط عمال يزيد ويقل بس كل في رينج ايه؟ الصفر يبقى لو قلنا اراوند زيرو تاني ليه لقيت الدم اراوند زيرو؟ لان كميه الدم اللي موجوده في الاتريوم الضغط فيها لازم معتمد على كام حاجه؟ حاجتين بتخرج منه الفينس للاتريوم سهله خالص اهي مين يكمل؟ كميه الدم اللي هتخرج من الاتريوم اول ما المايتر والترايكات بيتفتح الكميه كده نازله يبقى الضغط في الاتريوم بقى كام؟ صفر الفينس للاتريوم يجي يحاول شويه دم بس الباب ماله؟ مفتوح الضغط يزيد شويه ويروح راجع تاني للصفر.
طب ليه في الدريبلو غير الحيوان بالسيلوكس؟ لو عمال يستقبل ده فضغط فيه يزيد شويه، يروح عامل طيارين كده ايه؟ يتسع، ولما يوسع الكومبليت يستوعب الدم اللي جه دوت، صح؟ الضغط العالي شويه يروح على كام؟ للصفر. يبقى الدريبلو بريشر والاتم بريشر حيوان ده زيرو. طيب في المرحله دي بس. طب الدريبلو كل ما اختاره يزيد ولا ما يزيد؟ ليه اللي يزيد؟ الاجرام عمال يملك الفلتر. طب اخبارك بالباك مين مفتوح مين مقفول؟ اللي بالب ار اوبن، السي مليون ار كروز. طيب الاي سي جي هتشوف مين؟ هنا بقى التي بي سيجنال. طب الهارت ساوند سيرت هارت ساوند، هو سبب السيرت هارت ساوند ايه؟ سبب السيرت هارت ساوند ايه؟ سبب السيرت هارت ساوند اول ما الدم بينزل من الاتريوم الى الفنتريول بيحصل ايه؟ رش وصلاش. الدم يخبط في الجدران يعمل ايه؟ الدم هيتراكم في مين؟ في الاتريوم.
مع الفينس بترني مستمر. فالاترم هيبقى في كميه من الدم اكتر من اللي تطلع منه، اللي بيطلع منها دي كام فقط 10%. فالدم هيتراكم في الاترم، فالضغط يزيد فيه لحد كام؟ لحد 4. ونبتدي المرحله اللي بعديها. المرحله اللي بعديها تبقى مرحله كام؟ 1 اللي هي اتريال سيستول. يوم الاترم بقى هيجي يقول لك ايه؟ الضغط في المتر 4 والضغط عندي 4، ما اقدرش اعدي الدم ولا لا؟ فغصب عني لازم اعمل كونتراكشن. الكونتراكشن ده هيرغم الدم اللي هي منتقل من الاترم الى الفنتر. فالفنتر كان ياخد دم غصب عنه. فالبريشر ده عنده عند كام؟ فالفنتر في غصب عنه عامل دايركت تو اكوميدي ترجع تاني لكام؟ لاربعة. يبقى المرحلة دي الاترا بريشر لحد كام؟ 4. والفنتر بريشر لحد كام؟ 4. حد يقول الفنتر فوليوم هيزيدوا ايه؟ هيزيد. مين الشاط اللي يقول يوصل لحد كام؟ مين الشاط اللي يقول يوصل لحد كام؟ 120 عشان تزيد عليها الدور ولا لا؟ طيب في هارد ساوند هنا؟ طيب في جي؟ لا برضه. مين الشاط اللي يقول؟ هحضر لمين؟ اليوم بتبدأ في المرحلة هناك ولا قبلها؟ قبلها فترة زمنية قد ايه؟ 2 مش هتبدأ، هي هتبتدي فيه. ماشي؟ المفروض كان يكتب كده بس هو مش كاتبها. لما انا عندي الفيلنج بمنع على كام مرحلة؟ لو بمنع على كام مرحلة؟ 2 ماكسيموم و ريديوس. ماكسيموم بس كام في 100؟ 60. ريديوس بعد كام؟ بعد كام في 100؟ 10. تعالى نعمل كده بس كلها هي بس انا خلاص بقى وصل حتى منين ما ينفعش ينزل ولا يزيد لان مش بيجيله دم ولا ممكن ينزل دم تمام يزيد لحد اللي مش بيتكلم يتكلم يا مرحله الفتره الزمنيه بتاعتها اول مرحله اسمها ايه مرحله دي اول مرحله ادي اسيستو ايش بتاعتها دي الاحداث اللي يحصل فيها ليه تمام الكل ينزل كام في الميه من الدم اللي عنده الاترم بيشرب ايه ينزل في ايه ينزل في ايه ينزل في ايه طب الجول بتاع دي ينزل 20 مللي يوصل لكام ومن الفالف مين مفتوح مين مقفول بشر بيزيد والفوليوم بيقل بشر لحد كام يا دكتور 120 ضغط الدوره يبقى كام 120 كميه الدم اللي بتدخل اكتر من اللي بتسيب انت البريشر الفالف اللي كان قاعد لفوق هيرجع ينزل لتحت فالبريشر فيه خير طيب اخبار الفالف بتاعتنا مين فاتح مين قافل مليون فاتح في الدكتور كل ثابت ولا عمال ايه اللي بضخ الدم اللي فيه طيب هتشوف الاي سي جي The beginning of the way. طيب بعد كده عندي مرحلة اسمها ايه؟
اخترق بالالترا بريشر بينهم بدا يزيد. ليه بدا يزيد؟ عشان في ناس كتير اخترق بالتريكولر فوليوم عمال يالي. طب التريكولر بريشر بدا يالي اورت بريشر بدا يالي عالي. الفلتر بريشر هي اللي ضغط الدم اللي عنده والاورت بريشر هي اللي الدم اللي بيدخل اكتر ولا اقل؟ اقل من الدم اللي بيزيد. طيب بس مين اعلى من مين برضه؟ فلتر من اعلى من ولا الاورت اعلى؟ الاورت اعلى. شوف البي اس جي السيتنج تسمع ايه في الهارد ساوند المرحله دي حاجه. طيب بعد كده المرحله اسمها ايه؟ بروتو دايستول. دايستول دي ولا سيستول؟ يعني بدايه وبدايه الفتره الزمنيه دي اشهر افضل واحد. طيب ايه الاحداث اللي بتحصل فيها؟ ايه الفيشر بتدور بيه؟ في ناس الاثنين. طب الفيتريكولار بريشر والاورت بريشر الاثنين مقسمين على مين؟ الدم يرجع دماغه يرجع من الاورت الى يقفل مين؟ الفالف. يبقى المرحله دي اهم حاجه في الفالف ها يقفل هيبدا يقفل. طيب الفيتريكولار فوليوم ثابت على كام؟ 70 انت ستوريك فوليوم. طيب فرق الفالفات بتاعتنا اللي هم هيفضلوا الاثنين تاني مفهوم اي سي جي. شوف اي حاجه في ويف السيستم هل هيزيد حد الصفر؟ لا هيبقى عن 80 عشان عمليه اسمها الاستيك ديكول شاطرين. ها بي سي جي هنشوف ايه بي سي جي؟ نهايه الدين وي سبحان الله صار ستاند اب صار. بعد كده في مرحلتين اسمهم ايه؟ احسن فريند وهام هتنزل الدم من الاتر منك لان الضغط في الاتر ماله؟ العدد ضغط في الاتر لكن الضغط في الاتر والفلتر بيبقى هيران يزيد. ليه في الاتر هيران تزيده؟ كل ما يملك بيفضل. طب ليه فلتر كمان بيزيد؟ كل ما يستقبل ايه ماده ليه بتزوم؟ بكل المستقبلات الذكاء بيزيد ولا بيزيد؟ بيزيد. هنشوف حاجه في الاي سي جي الماكسيموم دي؟ اه بيزيد. طيب السؤال هنسمع حاجه في اكثر؟ اه سير 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 لو قلت البريشر اخباره ايه؟ زي ما اتفقنا المفروض ما يقلش عن ال 80 عشان الاستيك ريكويل. اخر مرحله اسمها ايه؟ الديون ميديسن. كامله كام في المية؟ 10%. الفلتر بريشر والفنتريكولار بريشر هيزيدوا لحد كام؟ ليه الفنتريك هيزيد لحد 4؟ لانه خلاص مش عارف يعمل دايركتو ايه؟ طب ليه الفلتر ما هيزيد ل 4؟ لان كل محل داخل الدم اللي هي يسمى ايه؟ ريزيستنت فيتراكم الدم في الفلتر. وصلنا لحد المرحله دي ان معايا كام وكام؟ 4 وكام؟ و4. حكمت المرحله اللي عندنا دي الفلتر دي سيستم. اهم سؤال في النهارده بيجي قارن ما بين الايزومتريك كونتراكشن والايزومتريك ريلاكسيشن وتكرر الامتحان بطريقه غبيه. يعني كل ثانيه ايزومتريك كونتراكشن وايزومتريك ريلاكسيشن. في سؤال جه قبل كده جيب شورت نوت على الفنتريكولار سيستول فيزس. مين اللي حاجه يقول لي جاب فيزس؟ تمام. مرحله ايزومتريك بناء الضغط مرحله ماكسيموم وبعد كده ريديوس. طب كيف شورت نوت على الدايستوليك فيزس؟ كم مرحله بعد الدايستوليك؟ خمسه. البرودو دايستوليك والماكسيموم فيلينج والريديوس فيلينج بسميهم ايرلي دايستوليك. الريديوس فيلينج بسميه ميد دايستوليك. الادريس ستور بسميه ليد دايستوليك. كده الفيلتر طول الفتره دي بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن. يبقى الريلاكسيشن بتاع الفيزس كم مرحله؟ خمسه. كلامه فروت وايزومتري وماكسيمم فيلينج لما تسموه ايرلي دايستول. طب مين الميد دايستول؟ الريديوس. مين الليد؟ ما هو يا بابا الليد اللي هو عامل ستول الفلتر كده والله العظيم عامل دايستول. طب نسال سؤال ذكي مين يقسم لي الاتريال سيستول ودايستول؟ الاتريال سيستول محرمه كام؟ واحد. طب ما الاتريال دايستول فين؟ لم يسجل يا دكتور لان الكهرباء الصادره من الاتريال مش هتكون كده حصلت مع الفنتريكل. فالجهاز رجل الكيو ار اس ما سجلش البي ويف الريجول بوزيشن بتاعت الناس بتقعد تخرب في اتجاه ثاني. انا بسالك ليه ليه الدايستوليك عامل كده؟ سبع مراحل التمرين الجهاز يبقى التقسيمه عامله ازاي؟ 3 5 4
1-7 ان البنت بيعمل سيستول في 3 مراحل كم مرحلة؟ وبيعمل سيستول في كم مرحلة؟ 5 ده البنت. وما الاتريوم بيعمل سيستول في كم مرحلة؟ 1 وبيعمل سيستول في كم مرحلة؟ 7 تمام كل عنده نعم؟ طيب السؤال الثاني مين يا جماعة من مين يا جماعة من الفيزز بيكون الفيزات كلها كلوز؟ ايزومتريك كونتراكشن وايزومتريك ريلاكسيشن. طب مين الفيز اللي كل الفالفز ار كلوز؟ مفيش يا ماما اكتب السؤال ده. الفيز اللي فيها كل الفالفز ار كلوز ايزومتريك كونتراكشن وايزومتريك ريلاكسيشن. الفيز اللي فيها السؤال ده بنمشي فيه قبل كده الفيز اللي فيها كل الفالفز ار كلوز ايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك ريلاكسيشن. طيب الفيز اللي فيها كل الفالف ار اوبن مش موجوده دي امره مفيش حاجه اسمها كلهم مفتوحين ريلاكسيشن ايزومتريك كونتراكشن كونتراكشن ريلاكسيشن. يلا عشان تطلع كده معايا ارجع بقى للصفحه اللي احنا كنا سايبينها في الاول دي لا صفحه كام 61 تذاكر في الصفحه دي عشان معايا. بص يا فندم انا عايز تذاكر الريجنال تشينج دورينج الكامبر سايكل الريجنال تشينج دورينج الكامبر سايكل و اهميه البلاستول هي دورينج البلاستول هو ده اللي عايزه. تعالى شوف هو يا جماعه هتذاكر الجدول ده ريجر هنذاكر كل ونذاكر الجدول من حاجه على حاجه. هو الضغط بالليفت بنت كده اعلى ضغط بوصل له كام؟ اعلى ضغط بوصل له كام؟ طب اللي جنبه اقل ضغط بوصل له كام؟ 0. الضغط بنت في الميتاستاتيك اعلى ضغط كام؟ 25 لكن اقل ضغط كام؟ 0. دي سؤال في الميد يير بتاع السنه اللي فاتت. يورينج البلاستول التو فنتل الضغط فيهم مساوي 0 والناس مش عارفه يبقى يورينج البلاستول الضغط في التو فنتل مساوي 0 لكن في السيستول في السيستول الليفت فنتل اعلى كام؟ 100. طب الرايت طب نمسك الاورطه الضغط في الاورطه اعلى ضغط بيوصل له كام؟ طب اقل ضغط كام؟ ما يوصلش ل 0 عشان الاستك. طب البرمونه الارضي اعلى ضغط كام؟ اقل ضغط كام؟ 10. ايه اهميه الدوريشن؟ واحد بيحصل فيه فيلنج ولا مش الدوريشن؟ بريدر تشينج والديورنج والديورنج بس مرتاح. ثلاثه في غايه من الاهميه هو البرين المخ بتاعك او رجل او الامعاء اكثر كميه من الدم بيجي لها امتى؟ اثناء ما الضغط في الاورجن 120 ولا 80؟ طبعا 120. كل الاورجن اعلى كميه من الدم بيجي لها اثناء السيستول الا الهارت اعلى كميه من الدم بيجي له اثناء الدايستول. سؤال في غايه من الخطوره ريم حاجه يعني جوهره كده دكتور زمزم بيسأل فيه هقولها يا ابني كل الاورجان بيجي لها اعلى كميه من الدم اثناء السيستول اكسبت الهارت اعلى كميه من الدم بيجي لها اثناء الدايستول. اكتب اللي ورا يكتب اخر واحد يكتب اكتب ما تكسلش اعلى كميه من الدم بتروح للاورجان اثناء السيستول الا الهارت اعلى كميه من الدم بتجي له اثناء الكورونا اللي بتمنع اثناء الدايستول. مين يقول لي يا ابني لما البنت كان بيعمل كونتراكشن مين اللي بيضغط عليها؟ الكورونا. لكن لما بيعمل ريلاكسيشن الكورونا ما بتضغطش ايه؟ عليها. يبقى ليه يا جماعه الاورجن الوحيد اللي كميه الدم اللي بتدخل له
بتكون اكتر في فتره الدايستول هو الهارت، لان الهارت لما بيعمل كونتراكشن بيعصر مين؟ الكورونا. مش الكورونا دي ماشيه بيقول طيب لما تتعصر كده الدم هيعرف يدخل؟ لا، امال امتى الدم يدخل براحته؟ اثناء فتره الدايستول. وكل الاورجنز بيجي لها دم اثناء فتره دي عشان طار السيستول الا الهارت، اعلى كميه من الدم بيجي له اثناء فتره الدايستول. في حاجه صعبه كده؟ ده سؤال يمسك واحد من الجنة يا جماعة، بتكون زمتا في الشفة ويسأله ده سؤال شفة، ممكن تدخل في امتحان عمل يقول لك يا حبيبي والهارت يجي دم أكتر أكتر فترة أثناء إيه؟ خدت بقى يا جماعة الكاردك أوت يعني الصفحة دي بتكفي يعني الصفحة دي بتكفي هم دول بس ثابت واحد اللي هو الجدول ده واللي تحتيه لا واللي تحتيه بدون اللي فوق بدون اللي فوق بدون اللي فوق ما اتكلمش على فوق قال على تقسيمة الفنتريكولار 3-5 بيعملوا سايز اكتر وعمال ما يجيلك بيعملوا سايز اول ثلاث مراحل حتى وده ثاني ثلاث مراحل في السبعة دي هم الخمسة اللي هو كتبهم هنا يعني خمسة وثلاثة اللي هو كتبهم هنا هم بيعين ثلاثة بس بدون بقى كتبهم هنا دكتور لطفل بلاي جدا أصلحة الحين طيب وصلنا يا جماعة رح على يمين أرض الخمسة هو يخلص احنا عندنا خلاص قريبنا خلاص اول تسجيل طب سمعت تسجيلين طب انا اذاكرهم لا انا هسمع الاول وبعدين هسجل ضاع الاسبوع الاولاني كله كنت بتفكر هتعمل ايه الاسبوع الثاني راح لا طب مش لازم اسمع تسجيلين انا هحفظ خالص يحفظ الكتابتين هو قوله بقى ذاكرته مش هيعرف يحفظ يقعد يقفل بقى طب بص انا هجيب اسئله الامتحانات مش هيعرف يحلها مش هيعرف يحلها خلاص هيجي برضه نفس المشكله الو دكتور سام بقول لك ايه عايز والله العظيم الحرف ده اللي بيحصل كل سنه عايز مليني اسئله